أولى الخطوات نحو عش الزوجية يخطوها رومان وماريا، يرتبطان في ظروف استثنائية وبحضور عدد قليل من أفراد الأسرة بسبب الحرب الروسية التي فرقت الكثير منهم. أعتقد أن الحياة يجب أن تستمر بغض النظر عن الحرب، وقد اتخذت قرار الزواج على الرغم من الظروف الصعبة، ولا أظن أن الحرب تمنعنا من الارتباط. على الخطى نفسها قرر ألكسندر العسكري الأوكراني ربط مصيره المستقبلي بأكسانا، وقد سرعت أجواء الحرب وتداعياتها على البلاد قرارات الكثير من الشباب عقد قرانهم. تعرفت على زوجتي منذ مدة طويلة، لا نستطيع العيش دون بعض، وعلى الرغم من الحرب علينا أن نتزوج ونحن في سن الشباب، نعيش مرة واحدة والحرب ستنتهي يوما ما. تؤكد السلطات المحلية في أوكرانيا ارتفاع حالات الإقبال على الزواج خلال الأشهر القليلة الماضية بأضعاف مما كانت عليه قبل الحرب الروسية، وقد سهلت إجراءات تسجيل العقود في هذا الظرف الاستثنائي. ارتفع معدل حالات الزواج في أوكرانيا وخاصة منذ اندلاع الحرب، وذلك بمعدل 6 أضعاف في غرب أوكرانيا والعاصمة كييف. أراد المواطنون تكوين أسر فلا أحد يعرف ما سيحصل غدا. في وضع الحرب أيضا جرى تعديل بعض القوانين لتسهيل إجراءات الزواج. وفي ظل استمرار الحرب الروسية فضلت الكثير من الأسر الجديدة التبرع بتكاليف الزواج للجيش الأوكراني، وطغت مظاهر التواضع على معظم حفلات الزفاف التي تقام في أغلبها بحضور المقربين فقط. هذه السيتي العربي كييف.